يا شيخ قل لي كيف ترتاح النفس في هذه الدنيا؟ لن ترتاح. من قال أن الدنيا راحة؟ علم خلق الإنسان في كبد، في تعب، مشقة. أصلا أنت تولد تعاني من الإرضاع، ثم تعاني من الفطام، ثم تعاني من المشي والسقوط، ثم تعاني من تلعثم الكلام، ثم تعاني من أستاذك وضربه، ثم بعد ذلك تعاني من كد الحياة والزوجة، ثم تعاني من الأبناء، ثم تعاني من هم الأبناء والبنات، ثم من أحفادك، ثم تموت. فمن قال أن الدنيا فيها راحة؟ لهذا راحة عقلك ونفسك تشتريها إذا علمت ثلاثة أمور: راحة قلبك وعقلك تغنمها وتكسبها إذا علمت ثلاثة أمور. لا سلام من الناس، أنت لست في الجنة، سهام الناس ستأتيك، ستأتيك ولو جلست في بيت أبيك ستأتيك. لهذا الله عز وجل أول نعمة يمتن بها على أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. دل على أن ما قبل الجنة يوجد هذه البذرة، واضح؟ لهذا ثلاثة أمور ضعها هنا واكتبها في حياتك يوميا، على سيارتك، على مكتبك، على جهازك، في كل مكان: لا سلام من الناس، ولا راحة في الدنيا، تعب، رزق، لن يأتيك رزقك وأنت تجلس في بيتك على طبق من ذهب، ستتعب وتكد وتعمل وتشقى حتى تنال لقيمات ربما. إذا نعيد: ثلاثة أمور، لا نجاة من الناس، ولا راحة في الدنيا، ولا نجاة من الموت، ستموت، ستموت. إذا أنت أخذت هذه الأمور: الناس ستؤذيني، مع السلامة، دعهم يؤذوني، الدنيا لا راحة فيها، إذا سأعمل وأتعب ولا أطلب الراحة إلا في الجنة بإذن الله لي ولكم، واضح؟ ولا نجاة من الموت، إذا سأعمل لما بعد الموت لا لما قبل الموت. لهذا يجب أن تعمل لما قبل الموت أشياء توصلك للموت وأنت على خير، حتى الذي عملته فيما قبل الموت ينفعك بعد الموت. نحن الآن ما مصيبتنا؟ نعمل قبل الموت كأننا نخلد ولا نفكر فيما بعد الموت، نعمل كل أعمالنا التي نعملها في الحياة الدنيا لما قبل الموت إلا من رحم ربك. لهذا لا تقل لي كيف ترتاح النفس، لا تأنس النفس إلا بالقرب من الرب. لهذا من عجائب القرآن يا أخي، القرآن قلت لك: من لا يؤدب القرآن لا يؤدب شيء. هذا القرآن يعلمك أن تنشغل به. لهذا إذا رأيت الرجل لا ينشغل بالقرآن اعلم أن الله قد مكر به، واضح؟ من عجائب القرآن وروعة القرآن، أنت لما تخاف الحرب تهرب من الدولة، من الوطن، تخاف من الغرق تهرب من البحر، تخاف من الأسد تهرب من الغابة، تخاف من المرض لا تنزل في بيئة فيها مرض، تخاف من الفقر تجمع المال، يعني تفر من الأشياء التي تخاف منها إلا الله. إذا أنت كنت تخشى الله وتخاف من الله فر إليه، قال تعالى: ففروا إلى الله، لأنه لا نجاة ولا مهرب ولا ملاذ من رب العزة. لهذا كل شيء في العالم تخاف منه فر منه إلا رب العباد، إذا خفت منه فر إليه، واضح؟ نعم. لهذا لا تطلب الراحة طالما أنت تتنفس، لا راحة. نعم. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.